نروح للاتصال بعده نقول له السلام عليكم. فداء لا حول ولا قوة إلا يا فداء، كل شوية تعصبي علي ليش يا فداء؟ شوي انا عارف يا... ها ايش تبغي؟ يا عالم من نفع هذا عبد جاسم سكر زيادة فين ايامك فين؟ وحشنا يا نور العين. الله ايامك وين؟ يا سلام يا نور العين. الله يقوى تحية تستاهل تستاهل احلى تحية. يا فداء وينك انت؟ الله يهديكي وحشتينا. ايش فيكي ما تتصلي من زمان؟ ها؟ جدة. رحتي جدة؟ ايوه. يعني نفتح فرع في جدة؟ ايوه من اول شغلي ما تفتحه. اسفين يا فداء لا تعصبي علينا، انت هدي وصلي على النبي، قولي اللهم صلي وسلم عليه، قولي اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل عليه. انت قولي لي، انت مجنونه؟ لا. ليش تضحكي دحين؟ ليش قول انا اسالك، انت دحين انت ايش بك تعصبي علي كل يوم؟ وبعدين ليش ما تجي الرياض؟ ليش احنا نجي؟ انت عندك اجازه. انا عندي برنامج. ما احنا نجي؟ طيب خلاص اكيد. طيب بس ما في حي سعد بناتكم اجي. طيب لا. بس كلام رجال. كلام حريم. كلام نص رجال نص. ما علينا ما علينا. طيب يا فداء بالله لا تخاصميني، انا اخاف من اللي خاصمني يا فداء. أنا مسكين يا فداء. ليش تعصبي علي؟ فداء دائما تعصب علي. والرجال ما يبكي، يعني الرجال ما يبكي. الله يهديكي بس يا فداء. طيب يا فداء تشجع أي فريق يا فداء قولي لي؟ ها؟ ولا فريق. طفشتي من وصلتي. والله جبت عندكم اولاد مو بنات. طيب حلو حلو الان اختاري صوره لفريق الليوث. يلا